بس هبه هي ارض واقعه في منطقه الخرج التي كانت تسمى قديما وما زالت تسمى السيح. لماذا سميت السيح؟ لان اوديه منطقه الرياض او فحول اوديه الرياض العملاقه تسيح في جعبتها. عندنا ثلاثه اوديه تنطلق من الرياض تجي للسيح، وعندنا ثمانيه اوديه تنطلق من الدلم على اليمامه وتسيح في هذه الارض فسميت السيح. وهذه السنة وصل وادي حنيفة ملك أودية الرياض إلى سهبة، والتي لم يصلها منذ 90 سنة، فقد روي أنه لم يصلها منذ عام 1351 بسنة الطبعة. وادي حنيفة له ثالث يوم بسهبة، وبالمناسبة ثلاثة أودية عملاقة تنطلق من الرياض اللي هي وادي حنيفة ووادي السلي ووادي الحنية، كلهن يصبن بسهبة. وادي الحنية غذى وادي حنيفة وصبن جميع وتماسكن اللدين وكلهن جن إلى سهبة. وادي الحنية غذى وادي، وفي منطقة جنوب غرب الرياض تنطلق منها ثمانية أودية، وتسمى هذه المنطقة ظهرة عليا، تنطلق منه وادي وثلان ووادي العين ووادي انساح، وهذه أهمها، وكلهن يصبن بسيح. ومن الأودية العملاقة ولا يمر على الدهنة ولا يرده إلا النفط هناك، وقيل في بعض السنوات لكنه نادر أنه يتجاوز الدهنة.